وفي هذه الفقرة نتوقف عند الفقرة الأسبوعية في حلقة الخميس من كل أسبوع، وهي مصر في الصحافة الأجنبية. نستعرض معكم فيها أبرز ما جاء وكتب عن مصر من أخبار وتقارير في الصحف والمواقع الأجنبية، وأبدأها معكم بالعناوين. بلومبرج تقول حماس تحل اللجنة الإدارية بقطاع غزة وتوافق على إجراء انتخابات عامة. الجارديان تقول معتقل سابق مصر مذنبة بالاختطاف والتعذيب وإساءة المعاملة. أما التليجراف فقالت مصر تبرئ الأيرلندي المصري بعد 4 سنوات من الاحتجاز. الواشنطن بوست قالت تقرير أمريكي يقول إن مصر فشلت في حماية حرية التعبير والأقليات التحقيق في الانتهاكات. أما ميدل إيست مونيتور فقال السيسي يحث الفلسطينيين على الوحدة والتعايش مع الإسرائيليين. وأيضا تقرير آخر للميدل إيست مونيتور منع الطلاب القطريين من دخول مصر. أبدأ بالخبر الأول، وهو تقرير لوكالة بلومبرج التي قالت في عنوانها العريض حماس تحل اللجنة الإدارية بقطاع غزة وتوافق على إجراء انتخابات عامة. التفاصيل. قالت صحيفة بلومبرج أن التقدم في المحادثات هذه المرة هو دليل على توثيق العلاقات مع حماس. وقالت الصحيفة أن ازدياد انخراط مصر في الأشهر الأخيرة في غزة ومحاولة منها لاحتواء الهجمات المسلحة المتمركزة في سيناء، فيما تابعت أنه لم يتضح بعد كيف تتحقق جهود مصر الأخيرة مع دعمها الضمني السابق لاتفاق منفصل لتقاسم السلطة في غزة بين حماس ومحمد دحلان، وهو مساعد سابق موجود حاليا في الإمارات. وتابعت الصحيفة أنه ومع نجاح جهود المصالحة وبرغم حل حماس للجنة الإدارية، فمن غير الواضح ما إذا كانت حماس ستظل عقبة هائلة أمام المصالحة من خلال وضع قوات الأمن التابعة لها تحت سيطرة عباس. أرحب بضيفي عبر سكايب الكاتب الصحفي جمال الدين طالب. أهلا بك معنا سيد جمال. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. اهتمام عالمي وإقليمي كبير بالتطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وتحديدا فيما يخص حركة حماس داخل قطاع غزة. كيف ترى الأيام المقبلة في المصالحة الفلسطينية من جانب، والجانب الآخر رفع الحصار عن قطاع غزة؟ طبعا حماس لن تقول مثل ما تنقل حتى وكالة بلومبرج عن متحدث باسمها بأن الكرة في ملعب عباس، في ملعب رئيس السلطة الفلسطينية. طبعا الحسابات كلها، كل طرف له حسابات. الحسابات المصرية مثل ما أشرتم، مثل ما ذكرت البلومبرج، فيها جانب أمني، حماية من الهجمات المسلحة والجماعات المسلحة في سيناء، ولكن هناك ربما في الصورة في الخلفية خلف الستار خيوط أو أيادي إماراتية من أبو ظبي بشكل خاص، وأيضا يدخل على الخط دحلان المتواجد هناك. هناك دفع إماراتي لمناكفة بشكل واضح قطر خاصة في قطاع غزة. طبعا وأيضا في الجهة الأخرى حماس، هناك ما يشبه ربما لعب سياسي، واقعية سياسية، براغماتية سياسية، وانحناء أيضا إلى العاصفة. لا ننسى ما يتعرض له القطاع من ضغوط، من مشاكل اقتصادية، من تنكيل حتى من الأقربين من عباس مثلا، الذي خفف دعم السلطة الفلسطينية للكهرباء، وتلك الأزمة التي نعرفها ونتابعها المؤلمة التي يعيشها الغزيون، وغزة تغرق في الظلام. الأيام كفيلة، وإن كان في مثل ما يشير التقرير من جانب المصري، من جانب حكومة السيسي، نوع من الجدية في التعامل، في فعلا فتح، محاولة فتح الآفاق أمام قطاع غزة، مثل ما أشرنا بحسابات ليست بالضرورة مرتبطة على مصلحة الغزيين وعلى قطاع غزة أو طيب حماس. تقرير بلومبرج تحدث عن عقبة محمد دحلان، وهي مشكلة لدى الجانب المصري الآن الذي أبرم اتفاقا مع دحلان في الشهور القليلة الماضية. كيف ستخرج القاهرة من هذا المنعطف؟ فعلا، وإن كانت طبعا القاهرة في النهاية إذا تتطلب الأمر مثل ما يبدو بالمعطيات المتوفرة ستلعب أو الخيوط
عمليا تحرك من ابو ظبي، القرار يتخذ من ابو ظبي، ما ترى ابو ظبي ستمضي فيه القاهره، هذه هي الصوره. طيب حتى لو كان القرار في ابو ظبي، هل ستضحي ابو ظبي بمحمد دحلان؟ لا يبدو ذلك، ربما بالعكس التضحيه والضغوط ستكون على عباس، على السلطه الفلسطينيه. يعني مهما كانت النتائج، طبعا حماس في النهايه هي كانها تورط الجميع، تلعب بين قوسين بمنطلقات مجبر اخاك. طيب. لا بطل. نعم. مع دحلان، وفي المقابل ترمي الكره في ملعب محمود عباس كذا. نعم. اتحول معك سيد جمال ومع الساده المشاهدين الى خبر اخر في هذا الاسبوع، وهو تقرير للجارديان البريطانيه التي قالت في عنوانها العريض: معتقل سابق يقول مصر مذنبة بالاختطاف والتعذيب وإساءة المعاملة. تقول صحيفة الجارديان أنه وفقا لشهادة جديدة حصلت عليها، فإن الجهاز الأمني المصري مسؤول عن تعذيب السجناء وحرمانهم من الحقوق القانونية الأساسية، حيث يحكي المحامي الحقوقي طارق حسين 24 عام عن تجربته بعد خطفه وسجنه بشكل غير مشروع لمدة 5 أسابيع. اتهم طارق مسؤولي الدولة بمحاولة انتزاع اعترافات كاذبة وحرمان السجناء من الاستعانة بمحام وممارسة أساليب استجواب عنيفة بما في ذلك الضرب واستخدام الصدمات الكهربائية، وكلها تنتهك الدستور المصري والقانون الدولي. وجاءت هذه الادعاءات بعد أيام من إصدار هيومن رايتس ووتش تقريرا مفصلا يحذر من وباء التعذيب في مصر تحت حكم الجنرال العسكري، وفيه تقول المنظمة إن حجم الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية، فيما رفضت وزارة الخارجية المصرية التقرير واعتبرته تشهير متعمد. طلبت صحيفة الجارديان من الحكومة المصرية الرد على اتهامات حسين والمحددة بسوء المعاملة، ولكنها لم تتلقى إجابة قبل نشرها. أعود إليك سيد جمال مرة أخرى، ارتفاع وتيرة الانتقادات الحقوقية الدولية وحديث الصحف الأجنبية في الولايات المتحدة وفي بريطانيا عن هذه الانتهاكات، الآن الجارديان تبرز شهادة لأحد هؤلاء المعتقلين، ما صدى هذه التقارير في المجتمع الغربي والأمريكي؟ أكيد هذا على الأقل يعيد الجدل أو يعيد إلى الواجهة ويسلط الأضواء على معاناة الكثير من المصريين المغيبين في السجون والتغييب القسري. هذا تقرير متكامل، يعني فعلا يعني فيه معلومات صادمة للقارئ الغربي الذي يقرأها، أكيد سيصدم. ربما المواطن العربي، المواطن المصري الذي يعرف ممارسات نظام السيسي الذي كان هناك ما يشبه التواطؤ والصمت وترك الأمور هكذا وترك التجاوزات، الآن يبدو أن هناك تحرك على المستوى الرسمي الأوروبي وحتى الأمريكي، في ومن ناحية النخب الإعلامية وحتى النخب السياسية في إدانة وعلى الأقل فضح وكشف والتنديد بما يحصل، ربما قد تكون له تبعات. طيب. خاصة المستشارة الألمانية نعم أنجيلا ميركل تحدثت عن هذه الأمور وقالت نعم يبدو أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، ولكن لا يجب أن يؤثر هذا على التعاون الثنائي بيننا وبين النظام المصري. ماذا عن الحكومة البريطانية؟ إلى أي مدى تتفاعل الحكومة البريطانية مع مثل هذه التقارير؟ طبعا لا ننسى أنه دائما ميركل فيها حسابات سياسية، حتى الحكومة البريطانية دائما هناك الجانب النفاقي في الغرب بشكل خاص الذي ينتقد الاوضاع في الدول العربيه والمتخلفه غير الديمقراطيه الدكتاتوريه، ولكنه في المقابل يصمت عندما يتم التنكيل بحقوق الانسان ولا يتحدث حتى من منطلقات الامن القومي. من اين ياتي هذا الارهاب كذلك؟ هذه الدكتاتوريات هي التي رسخت أو وفرت البيئة للكثير من الممارسات الإرهابية. مثلا عندما تتحدث ميركل بحسابات سياسية، هي لها حسابات مرتبطة بالانتخابات. مثلا هناك مظهر نفاق كبير تجده في الموقف الرسمي، وإن كانت هناك على المستوى المعارضة، مستوى النخب المعارضة، هناك أصوات ترتفع. الجارديان مثلا تسخف الاتهامات التي وجهت لهذا المحامي طارق حسين تيت وتقول انه اتهم بانه اخواني. نعم. بينما هذا اتهام سخيف كما تكتب صحيفه الجارديان،
لأنه المحامي معروف بالعكس بمعاداته للإسلاميين. وهذه الصورة بدأت في الموقف البريطاني مثلا. بالعودة للموقف البريطاني، كان هناك لا ننسى ضغوط كبيرة مصرية وخليجية فيما يخص الإخوان المسلمين وشيطنة الإخوان المسلمين، ولكن برغم ذلك، برغم محاولة الضغط، كان هناك مقاومة من نخب تعرف المشهد بشكل جيد بالعكس، وتنتقد الغرب الذي يصمت على ما يتعرض له الإخوان المسلمون الذين قبلوا اللعبة ديمقراطيا. يبدو أن الضغوط في الأربع سنوات الماضية قد أثمرت فيما يخص إبراهيم حلاوة. التلغراف تقول في تقرير مطول: مصر تبرئ الأيرلندي المصري بعد أربع سنوات من الاحتجاز. قالت صحيفة التلغراف أن محكمة جنايات مصرية برأت المواطن الأيرلندي المصري المعتقل منذ أربع سنوات بتهم متكررة، من بينها القتل والحرق المتعمد والحيازة غير المشروعة للأسلحة. رحب وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني بتبرئة حلاوة، وقال: الأولوية للحكومة الآن هي دعم إبراهيم وأسرته بكل الطرق التي نستطيعها لضمان تمكنه من العودة في أسرع وقت ممكن. أعود إليك مرة أخرى سيد جمال، تحدثنا قبل ذلك ربما عن حالة إبراهيم حلاوة، وكنا نتساءل لماذا لا تمارس الحكومة الأيرلندية ضغوط كالتي مارسها دونالد ترامب للإفراج عن آية حجازي. ما الذي حدث في شهر تقريبا حديث من عدد من الصحف الأجنبية عن حالة إبراهيم حلاوة، الصحف الأيرلندية أيضا، والآن إفراج عنه في هذه القضية؟ طيب، يعني ربما مثل ما عشنا الضغوط كذلك، لا ننسى أنه محاولة السيسي تجميل صورته، لا ننسى أن هناك انتخابات رئاسية مقبلة، هناك يبدو حتى تململ داخل مصر، داخل المؤسسة العسكرية نفسها من مآلات الوضع في مصر، والسيسي يحاول التسويق التجميل على الأقل صورته، ربما يأتي في هذا السياق. ثم اللافت أنه مثل ما تشير صحيفة الأيريش تايمز أمس مثلا، أنه ما تعرض له في النهاية كان لم يكن حتى السن القانوني لمحاكمته، كان 17 سنة إبراهيم حلاوة عندما سجن أربع سنوات هكذا هباء. ثم تشير إلى أنه ربما حتى الإفراج عنه قد يأخذ أيام إن لم يكن أسابيع بسبب البيروقراطية. تنقل مثلا شهادة كذلك عن الصحفي الأسترالي، صحفي جزيرة غريستي، الذي كان مسجونا معه في نفس الزنزانة مع إبراهيم حلاوة، وقال أنه كان سعيد جدا لإطلاق لتبرئته، ولكن في نفس الوقت هو حزين لهذا الشاب الذي سيخرج وسيجد صعوبات في التأقلم وبسبب ثقل ما عاناه، معاناة رهيبة، معاناة صحية. نقلت صحف أيرلندية عن كيف أنه أصبح كأنه شيخ، كيف تأثرت صحته، وهذا مشهد من مشاهد أخرى تحدث يوميا. ربما هذا الشاب شاب وقد وجد جنسيته الأيرلندية، ربما سلطت بعض الأضواء. ماذا عن شباب مصري مسكين يعاني في مخفيا في زنجر في غياهب السجن؟ ربما هذا ما تحدثت عنه الواشنطن بوست سيد جمال، نقلا عن الأسوشيتد بريس، وهو الخبر القادم معنا. الواشنطن بوست تتحدث عن تقرير أمريكي يقول إن مصر فشلت في حماية حرية التعبير والأقليات والتحقيق في الانتهاكات. قالت صحيفة الواشنطن بوست أنه وفقا لتقرير لإدارة ترامب حصلت عليه وكالة أسوشيتد بريس، فإن مصر فشلت في حماية حرية التعبير والأقليات والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها قواتها، أو منح المراقبين الأمريكيين إمكانية الوصول إلى سيناء التي مزقتها الصراعات. وتابعت الصحيفة أنه من المرجح أن تثير الشكاوى الأمريكية المفصلة في مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونغرس استياء السيسي، الذي اجتمع يوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إن هذه المذكرة كانت مطلبا قانونيا كي تواصل إدارة ترامب تقديم مساعدات أمريكية معينة إلى القاهرة، على الرغم من فشلها في الوفاء بشروط عديدة بشأن الحكم الرشيد. وقالت المذكرة إن المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر في التدهور، مضيفة أن هناك مشكلة مستمرة في الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، وهناك تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القانون وادعاءات عديدة بالتعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز. أعود إليك سيد جمال مرة أخرى، تقرير بهذا القدر من الوضوح والصراحة
مصر لا تحترم الأقليات، هناك انتهاكات مسكوت عنها، لم تسمح لمراقبين أمريكيين بالوصول إلى سيناء، كيف ترى صدى هذا التقرير؟ قد يكون له صدى، ولكن للأسف مرة أخرى يعود موضوع النفاق. وزارة الخارجية الأمريكية، المسؤولون الأمريكيون يعرفون ولكنهم يتسترون على مثل هذه الممارسات لسنوات. وبالعكس المفارقة أنه كانت هناك اختلاقات واتهامات حتى لمسؤولين أمريكيين بأنهم إخوانيون، يعني وجوقة الإعلام المصري السيساوي بفبركاته الغريبة العجيبة. حتى وإن هذا التقرير مثلا، حتى صحيفة واشنطن بوست تقول أن تيلرسون أرسل المذكرة مذكرة للكونغرس في 22 أغسطس الماضي، في نفس اليوم الذي أعلن فيه قرار التمويل، ورفض، ولكن وزارة الخارجية رفضت الكشف عن المذكرة. يعني وهذا تستر. أمريكا الشفافة الديمقراطية التي تدافع عن حقوق الإنسان، وهي تتستر لسنوات، تحاول أن تلعب لعبة نوع من لعبة كأنها لعبة غميضة إن صح التعبير، مع نظام مثل نظام السيسي. والسيسي طبعا برغم ما تقوله صحيفة واشنطن بوست أنه يغضب، بالعكس أنه يغمض عينيه ويبتسم، بالعكس هو مذهول أنه استقبله ترامب. والإعلام المصري يروج أنه هناك، حتى لو كانت الخارجية الأمريكية تقوم بهذه اللعبة الغميضة مع نظام السيسي، فهذه اللعبة يمكن أن تستمر لمدة طويلة، ويمكن أن تنتهي بأن هناك من يتم إلقاء القبض عليه أو إيجاده أو إثبات التهمة عليه. الخارجية الأمريكية هل تميل إلى هذا الحل الثاني، أن تثبت تهمة ما على النظام السيسي ومن ثم تتغير العلاقات الأمريكية المصرية، أم لا؟ هي تعرف ذلك، هي يعني بكل صراحة، وما يعرفون خفايا الأمور ربما أكبر حتى من نظام السيسي نفسه، ما يدور حتى في دهاليز وسرايا نظام السيسي. ولكن مرة أخرى هذا هو النفاق، هذا هو النفاق، هذا هو الصمت، هذا هو بينما طبعا ترتفع أصوات عاقلة، أصوات أكاديمية مثقفة في الصحافة، في الدوريات، في مراكز البحث التي يعني ارتفعت بشكل صريح، تقول أنه مثلا ما يجمد تجنيه أمريكا وما يجنيه العالم من 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 شرق أوسط مدمر بهذه الطريقة، بيئة لكل الخراب، هو من صمت على مثل هذه الممارسات والتواطؤ ومعها وتبريرها. طيب سيد جمال، الخبر الأخير معنا في هذه الفقرة يتعلق بقطر، حيث نقل موقع ميدل إيست مونيتور أن مصر منعت الطلاب القطريين من دخول مصر. قالت صحيفة ميدل إيست مونيتور أن السلطات المصرية حظرت الطلاب القطريين الذين يسعون لاستكمال دراساتهم الجامعية من دخول البلاد. أشارت الصحيفة نقلا عن الطلاب الذين تحدثوا لصحيفة الشرق القطرية إن الجامعات المصرية منعتهم من تقديم طلبات تأجيل الفصل الدراسي الحالي أو الحصول على وثائق رسمية تثبت الساعات المعتمدة للدورات الأكاديمية التي درسوها. أعود لك سيد جمال مرة أخرى، حجم الطلاب القطريين في مصر ضئيل للغاية، نحن لا نتحدث عن آلاف، ربما مئات أو عدد قليل لا يتجاوز الألف أو الألفين مثلا، ولكن نتحدث عن جالية مصرية تجاوزت ربع مليون مصري في الدوحة. لماذا تستفز مصر قطر وهي لديها نقطة ضعف كبيرة في هذه في هذا الملف؟ هذا ما بالعكس، انه هذا يظهر يعني مرة اخرى لا يليق بمصر وبحجم مصر وبثقل مصر. مصر التي كانت محج للطلاب العرب، مثلما تشير يعني مثلا، مثلما تنقل ينقل الموقع وينقل عن صحيفة الشرق القطري، انه عمليا طالب مثلا في كلية الحقوق ومعه 9 طلاب قطريين فقط، هؤلاء كان لا يريدون العودة، يريدون فقط الحصول على وثائق لتثبت على الأقل أنهم مارسوا الدراسة هناك، أنهم أو على الأقل نتائجهم. يعني مرة أخرى في مقابل قطر التي كان يمكنها مثلا أن تعامل مصر بالمثل، يعني تقارير تقول ربما 300 ألف أكبر جالية، 350 ألف مصري موجود في قطر، ولكن لم يطرح أبدا يعني. وهذا بالعكس حتى من ناحية الأخلاقية إدانة لمن يقوم بهذا ويعطي هذه الصورة على مصر. مصر أم الدنيا تنتهي إلى، بالعكس
تطرد الناس يعني في مقابل قطر هل برغم ما تتوقع تتعرض رد له قطري تلاحق رسمي المسؤولين. على هذه الخطوة التصعيدية أم لا؟ عفوا لو سمحت، هل تتوقع رد قطري رسمي على هذه الخطوة؟ إجابة باختصار شديد، لا أعتقد، لا أعتقد. وهذا أشكرك. يظهر ربما التفوق الأخلاقي. أشكرك شكرا جزيلا جمال الدين طالب الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر سكايب، ونهاية مصر في الصحافة الأجنبية حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، تابعونا.